أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم ماشية الصحافة، وهذه جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها ماشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية. بعد الفاصل مشاهدينا نبدأ معكم كالعادة بصحافتنا المحلية. أهلا بكم مشاهدينا، نرحب معكم بضيفي الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور ظافر العجمي، حياك الله معنا كالعادة في ماشيت ثلاثاء. أهلا، صباح الخير. إذا مشاهدينا نبدأ جولتنا بصحافتنا المحلية وتحديدا من صحيفة الجريدة التي تعنون الغلاف. ولي العهد نهضة الكويت بالشباب المختصين، سموه استقبل أعضاء البلد ووجههم إلى دعم الدولة لتحقيق رؤيتها العمرانية. على الخط نفسه تعنون القبس، استقبل رنا الفارس ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، ولي العهد نعول على الشباب المتخصصين للنهوض بالكويت، المزيد من العمل والجهود لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، تغليب المصالح العليا للبلاد وتحقيق رؤيتها العمرانية. نقف عند هذا العنوان دكتور ظافر، كيف تقرأ هذه الرسائل وتعويل القيادة الكويتية على سواعد الشباب الكويتي للنهوض بالكويت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات سيدي سمو ولي العهد تحمل العديد من الرسائل، فيها تفاؤل سموه خيرا بالمجلس البلدي الجديد، تحمل أيضا ثقة سموه أن الشباب ذوي الاختصاص هم من سينهض بالكويت إن شاء الله، تحمل أيضا إيمان سموه بأن الاستثمار البشري هو أجدى أنواع الاستثمار في الكويت، والاستثمار في شبابها هو خير استثمار. هذه الرسائل التي تحملها كلمات. نعم، ننتقل معك ومع السادة المشاهدين إلى صحيفة الأنباء التي تعنون الغلاف، مجلس الوزراء ناقش تقرير وزير المالية حول تعديل قانون المتقاعدين وقرر حضور جلسة الثلاثاء بثلاث وزراء، توافق حكومي نيابي على 3000. مجلس الوزراء سنحضر جلسة اليوم لنظر صرف منحة المتقاعدين، وافق على تشكيل لجنتين لتنظيم الشواطئ وأوقات السباحة وإزالة المخالفات الوقائية والتنظيمية التي تتعارض مع شروط السلامة والوقاية من الحريق. صحيفة النهار تعنون الوزير واصل جولته للإطمئنان على الاختبارات. التربية، النتائج الأولية لاختبارات الثانوية مطمئنة. في الرأي مشاهدينا، أجرت دراسة علمية متخصصة لجميع بيانات ونتائج عمليات الحفر والإنتاج. نفط الكويت توضح أسباب زلزال برقان، الشركة نفت أن تكون عمليات الإنتاج سبب الزلزال. مشاهدينا ماشيت الصحافة مستمر معكم بعد هذا الفاصل، لتجروا إياكم إلى الصحف العربية والعالمية. في الجارديان مشاهدين، تتزايد المخاوف بالنسبة للمدنيين في سيفردونيتسك. قالت موسكو أنها تسيطر على 70% من المدينة الأوكرانية، حيث يترك تدمير الجسر السكان أمام طريق واحد فقط. الجارديان تنقل عن الحاكم الإقليمي أن المدفعية الروسية تضرب منطقة صناعية يحتمي بها 500 مدني في مدينة سيفردونيتسك بشرق أوكرانيا، وتم تفجير جسر خارج المدينة مع تزايد المخاوف بالنسبة لأولئك الذين لم يتمكنوا من المغادرة بعد. هناك مخاوف من أن سيناريو مشابه للذي شوهد في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية، حيث حصر مئات الأشخاص لأسابيع في مصانع الصلب في أزفوستال، يمكن أن يحدث في مصنع أزوت الكيماوي في سيفردونيتسك، تلفت الجارديان.
إذن دكتور، لماذا أصبحت سيفيرودونيتسك النقطة المحورية لجهود موسكو للتقدم في شرق أوكرانيا، وما أبعاد هذا التكتيك برأيك؟ دعني أبدأ من آخر السؤال. أبعاد التكتيك بأن الجسور اللي تهدمها القوات الروسية هي محاور التقرب الأوكرانية، أو محاور إعادة أو الهجوم المعاكس اللي يتوقعونه من الأوكرانيين، فيجب تدمير الجسور. من جهة أخرى تحاول أن يظل بعضها مفتوح لأنها تحاول أن تفرغ السكان من الأوكرانيين، فهو التغيير الديموغرافي للمدينة. الروس يستميتون للسيطرة على دونتسك الأوكرانية، لأن عدم سقوطها يعني أنهم لا يستطيعون إعلان نصرهم في شرق أوكرانيا في دونباس. اثنين، هي المدينة مهمة أو نقطة الارتكاز لأنها نقطة الصراع من 2014. لا ننسى أنها كانت الحرب قائمة آنذاك بين الأوكرانيين كحكومة في كييف وبين الانفصاليين، الآن أصبحوا مدعومين مع الروس. أيضا نشير إلى أن دونتسك هي المركز الصناعي لأوكرانيا كلها، يعني ليست لشرق أوكرانيا لكن لأوكرانيا، هي القلب الصناعي لتلك البلاد. أيضا فيها أكبر مصانع في أوروبا للأسمدة، فيها الكثير من المصانع بالصناعات الأخرى على مستوى أوروبا وليس على مستوى أوكرانيا فقط. فالمدينة مهمة، قطع الجسور لمنع الأوكرانيين من الوصول وترك بعضها لتفريق السكان الأوكرانيين أو تفريق المدينة من السكان الأوكرانيين. إذن مدينة سيفيرودونيتسك دكتور ظافر هي مشابهة مع فارق التشبيه لمدينة ماريوبول وما حصل لها؟ بالحجم هي أكبر، لكن السيناريو يتكرر تقريبا، وهو نفس الأسلوب الروسي في مهاجمة المدن. نعم، ننتقل إلى الول ستريت جورنال ونبقى في الصراع الروسي الأوكراني مشاهدينا. تعنون خبرها الدولي الأول: أوكرانيا تخشى الهزيمة في الشرق دون زيادة في المساعدات العسكرية. تتقدم روسيا في منطقة دونباس بينما تستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها لمناقشة إمدادات أسلحة ثقيلة جديدة لكييف. لقد تحولت الحرب في أوكرانيا إلى صراع مدفعي طاحن، حيث تكتسب روسيا الأرض بثبات بفضل تفوقها الساحق في السلاح، مع اجتماع الولايات المتحدة وحلفائها يوم الأربعاء لمناقشة المساعدات العسكرية الجديدة لكييف. سيعتمد مصير أوكرانيا إلى حد كبير على مدى سرعة وصول هذه الأسلحة الثقيلة وكمياتها، تكتب الول ستريت جورنال. حذر المسؤولون الأوكرانيون من أنه بدون زيادة كبيرة وسريعة في المساعدات العسكرية تواجه أوكرانيا هزيمة في منطقة دونباس الشرقية، من شأن ذلك أن يمهد الطريق لروسيا لمواصلة هجومها على أوديسا وخاركيف بعد إعادة تجميع صفوفهم في الأشهر المقبلة كما يقولون، وربما العودة إلى العاصمة كييف بعد ذلك، تلفت الول ستريت جورنال. إذن دكتور ظافر، العامل الوحيد هنا الذي يعول عليه الأوكرانيين هو تدفق أسلحة ثقيلة غربية إلى أوكرانيا. هل يمكن أن يحول الحرب إلى مواجهة مفتوحة بين روسيا والولايات المتحدة، وما مخاطر هكذا سيناريو؟ يجب أن نلاحظ أن أوكرانيا تعتمد على السلاح الغربي لسبب بسيط، لأنها استنفذت جميع ما لديها من أسلحة. يعني أوكرانيا تصنع بعض الأسلحة لكنها استنفذت جميع ما لديها، فأصبح السبيل الوحيد هو الاعتماد على السلاح الغربي. السلاح الغربي اللي يتدفق على أوكرانيا سلاح حديث، سلاح أوروبي حديث، بعضه لم يجرب حاليا أو لم يجرب حتى الآن. الإشكالية هي أو العقبة هي عدم التدريب عليه. يعني التدريب على الأسلحة يتم في المناورات أو في ميادين التدريب. هؤلاء يقاتلون، فلا قبل لهم بالتدريب على هذه الأسلحة أو الاستفادة حتى من بعض الأسلحة المتطورة تكنولوجيا. وهنا نتذكر أن الغرب تراجع عن تسليم كييف F-16 لأن الطيارين الأوكرانيين لا يجيدون قيادة هذه الطائرة. قضية المواجهة كما أشرت في سؤالك، مواجهة مفتوحة بين روسيا والغرب أو الناتو، ما يجري حتى الآن هما في درجة حرب باردة جديدة لكنها مرعبة، بمعنى أنها تجاوزت حتى خطوط الحرب الباردة اللي كانت بين السوفيت والغرب آنذاك. المواجهة المفتوحة ما زالت تجري بدرجة ما في مجلس الأمن أكثر منها مواجهة
في ميدان المعركة بحكم أن القوات الغربية لم تشتبك مع القوات الروسية. المواجهة المباشرة أنا في تقديري لن تتم، لأن الاتفاق الغربي الروسي أو الاتفاق بين دول الغرب ضمنا أن لا يزودوا كييف بأسلحة هجومية، خوفا من أن تؤول ذلك موسكو على أنها إعلان حرب من طرف الناتو. ومن ذلك مثلا الفيتو على الطائرات، الغرب لا يزود أوكرانيا بالطائرات. السلاح الآخر اللي تقريبا متفقين الغرب على عدم تزويد أوكرانيا به هو سلاح الصواريخ التي تصل إلى الأراضي الروسية. فالطائرات ووصول الأراضي الروسية هما السلاحين الذي لا يمكن أن يتجاوزوا خطوط حمراء وضعتها الدول الغربية في ما يجري لمنع المواجهة اللي الجميع يتحدث عنها. نعم، ننتقل إلى صحيفة أخرى مشاهدينا. ماكرون يدعو إلى صناعة دفاع أوروبية أقوى بكثير مما هي عليه. العنوان في النهار اللبنانية التي تكتب: دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إلى تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية التي يجب أن تكون حسبه أقوى بكثير على خلفية الاحتياجات العسكرية المتزايدة بسبب الحرب في أوكرانيا، ودعا إلى إعادة تقييم الإنفاق العسكري الفرنسي. جاء كلام ماكرون في حين أعلنت دول أوروبية عدة رغبتها بزيادة ميزانياتها الدفاعية، تلفت النهار. إذن دكتور ظافر، كيف تقرأ هذه الدعوة وتوقيتها خصوصا، وإلى أي مدى تكشف دعوة ماكرون أن المستفيد الأول من الحرب الأوكرانية هو صناعة الأسلحة؟ بدون شك صناعة الأسلحة هي المستفيد الأول. يجب أن نشير في البداية إلى أن فرنسا أوروبية النزعة لما تأتي إلى الناحية العسكرية، بمعنى أنهم هم أهل فكرة الجيش الأوروبي بمعزل عن الناتو. هم يحاولون خلق جيش أوروبي خارج إطار الناتو. اثنين، فرنسا تتبنى اقتصاد الحرب حاليا وتدعو إلى إعادة تقييم الإنفاق العسكري. يعني هي أكثر من شجع عقيدة ترامب عندما دعا إلى دفع 2% من جميع اقتصاديات الأوروبية أو من الدخل العام لجميع اقتصاديات أوروبا في العمل العسكري، فهي كانت أول من شجع الإنفاق الكثير أو تدعو لإنفاق الكثير للسلاح لشراء الأسلحة من السوق الأوروبية بدل شرائه من الأمريكان لتعزيز الصناعة الأوروبية. ما جعل الرئيس الفرنسي يطلق مثل هذه الدعوة أنه قالها وهو يفتتح معرض الدفاع والأمن العسكري، فهذه يعني هي نوع من الدعاية للصناعة الفرنسية، وإن كانت تبدو وكأنها في إطار الدعوة لتشجيع الصناعة العسكرية الأوروبية، بينما هي في حقيقة الأمر دعاية أو تسويق للسلاح الفرنسي أكثر من غيره. نعم، نيوز ويك مشاهدينا تكتب في عنوان بارز: خطر نشوب صراع نووي في أعلى نقطة منذ ذروة الحرب الباردة حسب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام. المعهد ذكر في تقرير نشر أمس الاثنين لتقييم الوضع الحالي للأسلحة ونزع السلاح والأمن الدولي في جميع أنحاء العالم أنه من المتوقع أن تزداد الترسانات النووية خلال العقد المقبل. لقد أدت الحرب في أوكرانيا بالتأكيد إلى تفاقم خطر نشوب صراع نووي، حيث وجهت روسيا بالفعل عدة تهديدات حول احتمال استخدام أسلحة نووية، تعلق نيوز ويك. دكتور، خبر فعلا مرعب، هل احتمال نشوب نزاع نووي وارد بالفعل أم أنه يبقى احتمالا نظريا فقط؟ دعني أشير أن المراقبين العسكريين يعرفون أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام معروف باسم سيبري دائما متشائم، وهذه أول مرة تقريره السنوي لا يكون الخليجيين هم ضحية تقييمه المتحامل. يعني قال في تقييم الأسلحة التي تصل لدول الخليج ما لم يقله مالك في الخمر عندما كنا في مرحلة بناء أسلحتنا في مطلع القرن 21 وأكبر صفقات كانت في العالم، فكان يصفنا بسوء التقدير، وكان سوء التقدير من قبل هذا المعهد بأننا كنا أعقل مما وصفنا به قبل عقد ونصف، وأجدنا استخدام هذه الأسلحة
ولم يجري ما جرى أو كان يحذر منه، فهو متشائم في 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 تقاريره. الآن نعود إلى ما افترضه من احتمال نشوب نزاع نووي. احتمال نشوب النزاع النووي فيما يجري في أوكرانيا مرتبط بعدة أمور، منها استمرار الدعم العسكري الغربي الصريح لأوكرانيا، حتى الآن ليس صريحا 100%، يعني هناك محاولة للتنصل من تزويدهم، مرة يقولون لا نزودهم بأسلحة معينة، بعض المرات يقولون أنها أسلحة أصلا روسية قديمة، وفي هذا الباب فليس الدعم الغربي صريحا بالدرجة المفروضة التي تصل لدرجة الخطر. الأمر الآخر الذي قد يقود إلى احتمال نشوب نزاع نووي هي الحرب السافرة بين الناتو وروسيا، يعني أن تعلن الحرب رسميا وليس كما يجري حاليا. الأمر الثالث هو الانتقام الروسي، الانتقام الروسي بالسلاح النووي سيتم في حالة اليأس من أن يتم حصار موسكو أو حصار مدن روسية، فيوصلونهم إلى حالة اليأس، حينها لا يفك هذا الحصار إلا السلاح النووي. السبب الأخير وهو الخطر الأشد بين الأسباب اللي ذكرناها أن تفلت الأمور بغير قصد، كما حدث في الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى لم يكن مخططا لها وأفلتت من يد صانع القرار السياسي فصارت الحرب. الآن أن تفلت الأمور أمر وارد، تجاوز الخطوط الحمراء أمر وارد، ومن ذلك مثلا أعطي مثال بسيط، أن يتم تدمير غواصة بالخطأ وتطلع نووية ومن هاجمها لا يعلم ذلك. هنا ندخل في المواجهة النووية، ولا يخفى عليك أنه في الأخبار أن الألرت أو الإنذار الأقصى للأسلحة النووية قائم حاليا في روسيا خصوصا وبدرجة ما في الدول الغربية، فهم يعني الأصبع على الزناد على السلاح النووي، لكن ما زالت الأمور التي ذكرناها هي التي تحد من احتمال نشوب الصراع النووي. نعم، ننتقل إلى نيويورك تايمز مشاهدينا، تحليل أخباري بعنوان صفقة السلاح أقل مما يريده الديمقراطيون لكنها أكثر مما توقعوا، على الرغم من أن الحل الوسط لم يصل إلى المدى الذي كان يفضله الكثيرون، إلا أنه لا يزال ينظر إليه على أنه خطوة جادة يمكن أن تنقذ الأرواح. تعلق نيويورك تايمز: الاقتراح الذي لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يصبح قانونا يركز أكثر على عوامل أخرى غير السلاح مثل الصحة العقلية للمشتري أو الميول العنيفة في تنازل لتردد الجمهوريين والواقع السياسي الصعب أن القيود الصارمة على المبيعات، ناهيك عن الحظر التام للأسلحة النارية بعيد المنال، تكتب الصحيفة النيويوركية. على الرغم من أنها لن ترفع سن شراء بنادق هجومية من 18 إلى 21، إلا أن الخطة ستعزز عمليات التحقق من الخلفية لمن هم أقل من 21 عاما قبل أن يتمكنوا من حيازة سلاح، ربما يكون العنصر الأكثر أهمية في الإجراء الناشئ. تعلق نيويورك تايمز: يعني بعد حوادث القتل التي شهدناها في عدة أماكن مدنية في الولايات المتحدة، ما مدى أهمية هذا التطور وإلى أي حد سيمكن من السيطرة على هذه الأسلحة، وما هي الخطوة المقبلة برأيك دكتور ظافر؟ دعنا نوضح أن قضية السلاح في أمريكا قضية سياسية وليست قضية أمنية، بمعنى أن الجمهوريين والديمقراطيين بينهم الكثير من المناكفات والتلاعب بالألفاظ واستخدام هذا أو قوانين السلاح لتهميش الطرف الآخر، بمعنى أنه لا يمكن حل مشكلة السلاح الراهنة بالقانون المقترح بدون تنازل الجمهوريين. الجمهوريين عن موقفهم أو يصرون على موقفهم أو على رفض منع حمل السلاح لأسباب كثيرة، وهذه الأسباب معروفة وتروج في وسائل الإعلام الأمريكية من قبل الرايفل اسوسيشن او صناع السلاح، منها التعديل الدستوري الثاني الامريكي اللي يعطي حق تكوين الميليشيات، يعني من حق كل ولايه خارج الجيش الامريكي ان تكون ميليشيا خاصه بها. اذا كان لها حق تكوين ميليشيا خاصه بها فكيف يحصلون على السلاح اذا وضع مثل هذا القانون؟ الامر الاخر وهو مهم ايضا وفي الدستور الامريكي ان السلاح يحمي الديمقراطيه، بمعنى أن السلاح الموجود في أيدي الناس في الشوارع هو الذي يحد من سلطة البيت الأبيض ومن تحولها إلى دكتاتورية، هكذا يؤمنون، بالإضافة إلى الأمور الأخرى قضية الصيد، قضية الحريات الشخصية،
وكما أشرت قوة لوبي البنادق أو الرايفل أسوسيشن اللي يرفض شيطنة السلاح من نفسه ويروج إعلانات أن السلاح لا يقتل الناس، الناس هم من يقتل الناس. فدعايتهم قوية ومنظمة والجمهوريين يدعمونهم، فلا أعتقد والحزب الديمقراطي بحالة الضعف الراهنة أن بإمكانهم تمرير مثل هذا القانون. نعم دكتور ظافر، في الواشنطن بوست ضوء على الشأن الأفغاني في مقال بعنوان يعاني الأفغان من الجوع، بينما يلوم المسؤولون الأمريكيون وطالبان بعضهم البعض. تحت هذا العنوان تنشر البوست صورة لنساء يصطففن خارج متجر حيث يتم توزيع الطعام على العائلات الفقيرة في هيرات أفغانستان، وعائلات في جناح مستشفى للأطفال المصابين بسوء التغذية في كابول. يتم فحص الأطفال لتحديد مستوى سوء التغذية لديهم، ولكن يتم إدخال الحالات الأكثر خطورة فقط إلى المستشفى. تتفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان منذ عقود، مدفوعة ليس فقط بالفقر المستمر وقلة الأمطار، ولكن أيضا بسبب أجيال من الحرب واعتماد الاقتصاد بالكامل تقريبا على الدعم الدولي. ومع ذلك كان قرار إدارة بايدن بوقف المساعدات ردا على سيطرة طالبان هو الذي وضع البلاد على شفا كارثة. تعلق الواشنطن بوست التي ترى أن العزلة الاقتصادية لأفغانستان لم تفعل الكثير لتهدئة حكم طالبان المتشدد، لكن العواقب كانت مدمرة للشعب الأفغاني وخاصة الفقراء. دكتور ظافر، ما مدى حدة الأزمة الإنسانية؟ للأسف نتحدث هنا في أفغانستان، وهل ستغير إدارة بايدن من سياستها تجاه أفغانستان لتفادي كارثة إنسانية؟ دعني أشير أن الحروب لا تنتهي بوقف إطلاق النار. يجب إزالة آثار الحرب من الناحية العسكرية، بمعنى وقف إطلاق النار. يجب إزالة آثار الحرب الاقتصادية، يجب إزالة آثار الحرب النفسية الاجتماعية. هذه جميعها لا يمكن إزالتها في وقت قصير على بلد مر بحرب طوال 30 أو 40 عام. يضاف إلى ذلك أن بلد مثل أفغانستان، يؤسفني القول أنهم سيئي الحظ، يعني حظهم سيء، حرب، انهيار اقتصادي، انهيار الخدمات الصحية الأساسية، أصيب العالم بكورونا وكانوا من ضمن ضحايا، أصيب العالم بتبعات حرب أوكرانيا وأزمة الغذاء العالمية. أنا في تقديري أن ما يجري في أفغانستان هو سوء حظ تكالبت عليهم ظروف معينة يتحملها المجتمع الدولي. المجتمع الدولي مسؤول عن إجراءات فعالة لحل الأزمة الإنسانية في أفغانستان، والخطوة الأولى هي استعادة الاستقرار في أفغانستان. واشنطن للأسف حاليا لا هي أو مشغولة في أوكرانيا، مشغولة في أزمة الطاقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، ومشغولة في التضخم الحاد الذي تعاني منه الولايات المتحدة. ما يجري حاليا وقد يكون هو بصيص النور البسيط هو ما تقوم به دول الخليج بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحاليا وفي الأخبار الخليج والأمريكان يقودون جهود دولية لحمل الأزمة الإنسانية في أفغانستان. ونتمنى أن تكون هذه الخطوة الأولى لإخراج بلد مسلم مثل أفغانستان من أزمته الحالية. ننتقل إلى موضوع آخر في إندبندت عربية، نقرأ هذا العنوان: الطاقة الذرية تدعو إيران لاستئناف الحوار لتجنب أزمة أكثر تعقيدا. غروسي أكد إزالة الكاميرات بالإضافة إلى أنظمة مراقبة أخرى عبر الإنترنت ويحذر من خطورة الأمر. دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى استئناف الحوار على الفور لتجنب أزمة كبيرة من شأنها أن تجعل إنقاذ الاتفاق بشأن برنامجها النووي أكثر تعقيدا. وأعلنت طهران هذا الأسبوع أنها ستغلق 27 كاميرا كانت تسمح للمفتشين الدوليين بمراقبة أنشطتها النووية، بعد تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينتقد عدم تعاونها، تكتب إندبندنت عربية. دكتور، مفاوضات النووي الإيراني تحدثنا عنها بشكل دائم هنا في البرنامج، المفاوضات الآن متعثرة وتبدو أقرب من أي وقت إلى الفشل. هل ستتراجع إيران عن قرار إزالة كاميرات المراقبة برأيك؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الانسداد؟ ما جرى ببساطة أن الإيرانيين لم يكونوا يمارسوا الشفافية في عملهم، فكان مجلس المحافظين على وشك إصدار نوع من التأنيب أو نوع من الانتقاد لعدم الشفافية مدعوم من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.
هنا قامت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بإزالة كاميرتين لتحذيرهم حتى لا يصدروا القرار، لكن القرار صدر فأزيلت تلك جهازي المراقبة الكاميرتين، وتهدد إيران بإزالة 27 كاميرا أخرى. الآن ما هي الدوافع اللي جعلت طهران تقوم بمثل هذا العمل؟ دوافع إيران ومبرراتها كثيرة، يعني من ضمن ما قيل أن هذه الكاميرات هي كاميرات تجسس صهيونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنها تخدم الصهاينة أكثر مما تخدم وكالة الطاقة، بحكم أنها كانت حسن نية من الإيرانيين لنصب هذه الكاميرات وليست من ضمن ما اتفق عليه. أيضا أن طهران على العتبة النووية، يعني بمعنى أنها تستطيع تفجير قنبلتها الذرية متى ما تشاء، وهذا بشهادة محافظ الطاقة الذرية أنه قال أنها مجرد أسابيع فقط لصنع السلاح النووي إذا استمرت إيران في إنتاج في تخصيب اليورانيوم على نفس النسق اللي تقوم فيه حاليا فهي قضية أسابيع، فإيران لم تعد تؤثر فيها العقوبات. أيضا نستطيع أن نقول أنها أزالت الكاميرات حتى تركب أجهزة طرد مركزية، وهذا ما قالوه أصلا. أيضا أن إيران أصبحت في حالة تجاسر وفي حالة قوة، بحكم أن الأوروبيين يحتاجون إلى نفطها بعد توقف الطاقة الروسية. إيران تلعب على اختلاف وجهات النظر بين الأوروبيين والأمريكان في قضية النووي الإيراني، بحكم أن الأمريكان يصرون على تحميل إيران كل شيء في الأزمة، بينما الأوروبيين هدفهم إحياء الاتفاق النووي. الإيرانيين يقولون أن 80% من الكاميرات أو 80% من تلك الكاميرات ما زالت قائمة، ما ضرر 20% من الكاميرات حتى تجعلوا منها قضية. الآن كيف سترد الوكالة أو مآلات الأمور؟ أنا في تقديري ننتظر أن نرى عقوبات أقسى لتطويع إيران للوصول لطاولة المفاوضات وإنجاز الاتفاق الموجود أصلا وجاهز وتتردد إيران في توقيعه. الأمر الآخر وهو الأشد وإن كنا نستبعده، أن يأمر مجلس الأمن بعمل عسكري وفق الفصل السابع، وهذا قد يلوحون به، لكن في تقديري أنه بعيد التنفيذ. نعم، ننتقل معك دكتور ظافر ومع السادة المشاهدين إلى مقال اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. مقال اليوم مشاهدينا من لوموند بقلم رئيس تحريرها جيروم فينوجيليو، عنوان الافتتاحية: الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية لعام 2022، دروس الانتخابات. تميزت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بسجل امتناع جديد عن التصويت، وهي بمثابة نكسة لا يمكن إنكارها لإيمانويل ماكرون الذي كانت نتيجته أقل من تلك الخاصة بعادة انتخابه، في حين تبدو قاعدته الانتخابية في الوقت الحالي أضيق من كل أسلافه، يعلق الكاتب. أغلبية واحدة خرجت من الجولة الأولى للانتخابات التشريعية يوم الأحد 12 من يونيو، هذا واضح جدا لغير الناخبين للمرة الثانية في تاريخ الجمهورية الخامسة، يتجاوز عدد الممتنعين عن التصويت نصف الناخبين البالغ 52.48%، رقم قياسي جديد بعد 51.30% عام 2017. يكتب صاحب المقال: منذ فترة طويلة تم تحديد العديد من الأسباب لهذه الكارثة الديمقراطية، يكفي أن نتابع انهيار منحنى المشاركة منذ تأسيس ولاية الخمس سنوات قبل 20 عاما، لضمان أن يكون لهذا الإصلاح وزن أكبر لرئاسة نظامنا مما يضعف الاقتراع البرلماني. في الآونة الأخيرة زادت أزمة التمثيل من حدث المشاكل المتعلقة بدور النائب الذي يبدو أن موقعه الوسيط بين الجذور المحلية والدور القومي أقل فهما. مشاهدين الكاريكاتير بعد هذا الفصل. كاريكاتير اليوم من الشرق الأوسط التي علقت على موقف الاتحاد الأوروبي من الحرب الأوكرانية بهذا الرسم بريشة أمجد رسمي، وتعليقك على هذا الرسم الكاريكاتير المعبر دكتور ظافر. نعم، الكاريكاتير يعني نراه في حركة أصابع الأشخاص الموجودين في الصورة، يعني يتجاوز أن يقول أنه تسجيل حضور أوروبي، أننا موجودين في ميدان المعركة، وإن لم يكن في ميدان المعركة هم موجودين في مكان الدمار اللي حصل في ميدان المعركة أو في أوكرانيا.
فالحضور الأوروبي هو للشو أو للتصوير، هكذا يريد الرسام أن يوصل هذه الرسالة. نعم، بهذا الكاريكاتير وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ما يسعني أن أشكر ضيفي المحلل السياسي والأكاديمي دكتور ظافر العجمي. دكتور ظافر، شكرا جزيلا لك. العفو. الشكر موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة. نلقاكم في حلقة جديدة غدا في نفس التوقيت. في أمان الله.